الوثبة على المقدمة للسيد علي باللاحد الحلامي على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الشاهينية للسيد سعيد بن مبارك الغيلاني. وفي المركز الثالث أشوف اللي في المركز الثالث التماس للسيد علي بن سعيد بن سالم النعيمي. وفي المركز الرابع نشوف اللي في المركز الرابع ريتاج للسيد خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس اليمامة للسيد عارف بن محمد بن سلطان الشامسي. وفي المركز السادس ترى جبارة للسيد حمد بن محمد بن سالم بن يهويل المري. وفي المركز السابع الشامخة للسيد راشد بن عبيد بن حامد. وفي المركز الثامن أشوف سهرة للسيد سهيل بن حليس بن راشد الاجتبي. وفي المركز التاسع السعدية للسيد سعيد بن راشد بن غدير الاجتبي. وفي المركز العاشر ناخذ اللي في المركز العاشر رسمية للسيد حميد بن مطر بن عميرة الشامسي. هذه النتيجة، هذا أول نداء للمراكز العشر الأوائل. ونرجع إلى المقدمة هذا الشوط، ولا زالت منذ البداية وحتى هذه اللحظات الوثبة وهي تطمح بفوزي وناموسي هذا الشوط، وهي الوثبة للسيد علي باللاحج الحلامي على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني الشاهينية للسيد سعيد بن مبارك بن دعفاس الغيلاني. وفي المركز الثالث هنا اللي في المركز الثالث التماس تلتمس مقدمة هذا الشوط والمراكز المتقدمة، لكن هناك ريتاج عندها كلام ثاني تغير إلى المركز الثالث في هذه اللحظات للسيد خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي عاشق سلالة المختبر متواجد مع ريتاج هنا على أرضية ميدان المرموم. تتسلل من مركز إلى مركز من الثالث إلى الثاني. يلا يا أبو حمدان، جماهيرك ومتابعينك يتابعون أداء ريتاج في هذا اليوم. وصلنا إلى المركز الخامس من الجانب الثاني. يا سلام العفريت للسيد عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري. وفي المركز السادس اليمامة للسيد عارف بن محمد بن سلطان الشامسي. وفي المركز السابع جبارة للسيد حمد بن محمد بن سالم بن يهويل. وفي المركز الثامن الشامخة للسيد راشد بن عبيد بن حامد. وفي المركز الثامن ناخذ اللي في المركز الثامن الشاهينية للسيد راشد بن حمد بن خميس البطين. وفي المركز التاسع السعدية للسيد سعيد بن راشد بن غدير الاجتبي. وفي المركز العاشر اللي في المركز العاشر حربة للسيد مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي. هذه النتيجة ونرجع إلى المقدمة نشوف ونستطلع هل حصل تغيير. نعم ريتاج غيرت شفت اليوم أن تبى المراكز المركز الأول. يا سلام، لكن العفريت هنا تلاحق ريتاج على مقدمة هذا الشوط. راس سرك منه 100 عفريت. يا سلام يا بن زيتون هالمنازف يتابعون أداء العفريت للسيد عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري على مقدمة هذا الشوط. ريتاج في المركز الثاني ولا زال عندها طموح على المركز الأول والمنافسة على المركز الأول. ها هي ريتاج للسيد خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، اسم مميز يا أبو حمدان. 1200 بدينا نغادرهن بقيادة العفريت. وصلنا ونشوف المركز الثالث اليمامة للسيد عارف بن محمد بن سلطان بن حميد الشامسي. وفي المركز الخامس
جبارة للسيد حمد بن محمد بن سالم بن يهويل المري، تغير إلى المركز الثالث ونرجع إلى العفريت وريتاج وجبارة. يا سلام يا سلام على هذا الشوط المتميز، شوط الإذاعة الإبكار المحليات العصايل، يا سلام بقيادة العفريت والعصا لا زالت في الأبطان والأداء تلغاي حتى هذه اللحظات. يلا يا عبيد يا بن عتيج يا بن زيتون يا المهيري، الجماهير يقولون لك افتح السماعة حرك العالي، الجماعة قادمين، النعيمي والمري قادمين. يا سلام يا سلام يا سلام، أرى جبارة رفعت راية التهديد باحثة عن النقطة الثانية لهذا الشعار ولهذا المالك حمد بن محمد بن سالم بن يهويل المري. يا سلام يا أبو محمد، يا سلام يا أبو محمد على أداء جبارة. جبارة تتسلل إلى المقدمة، بدأت تغادر بالشوط إلى هذا. يا سلام ريتاج ريتاج وجبارة، يا ريتاج إنتاج المختبر أيضا يفرض نفسه في الميادين، والهنتين كلهن من إنتاج المختبر، كلهن سلالة حملولية. يا سلام جبارة وريتاج، جبارة وريتاج، ونحن نغترم من المنصة الرئيسية. جبارة بنقول سلام سلام عليكم يا أهل الدوحة للمرة الثانية على التوالي، واسعد الله صباحك يا بن يهويل على هذا الأداء المتميز الذي قدمته جبارة. تهانينا للسيد حمد بن محمد بن سالم بن يهويل المري المركز الثاني، العفريت للسيد عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري، المركز الثالث ريتاج للسيد خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، المركز الرابع الذي وصلت المركز الرابع حملولة للسيد علي بن راشد بن سعيد النعيمي، وفي المركز الخامس زعفرانة وصلت في المركز الخامس للسيد مبخوت بن حمد بالعود العامري. ها هو التوقيت جبارة، ساعة وصوله إلى خط النهاية 7:45 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حمد بن محمد بن سالم بن يهويل المري على هذا الأداء المتميز الذي قدمته جبارة. اللي وصلت في المركز الثاني نشوف، ها هي العفريت 7:48 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري، ريتاج في المركز الثالث أيضا ما قصرت، قدمت عرض ما فيه الكفاية 7:48 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، تهانينا للجميع.